Todos sentimos el dolor de las guerras. Ustedes saben que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, hecho a vivir en paz, dos pueblos hermanos. Recemos por la paz en Tierra Santa. Recemos para que las diferencias se resuelvan en el diálogo y en la negociación. Y no con una montaña de muertos de cada lado. To you and thank you. Your Eminence, what means are available for the church institution to defend the Christian presence in the Holy Land? I don't know if we should use the terminology defend the Christian presence because it seems that we have to defend from something or something.
فأنني أفتقدهم اليوم في هذه اللحظات لعدم قدرتهم مشاركتي في هذا اليوم المميز الذي انتظروه قبلي بفارغ الصبر والمحبة وكل إيمان بأنهم يرافقونني اليوم بصلواتهم من رحم الألم والمعاناة. وأطلب منكم يا صاحب السيادة أن تتضرعوا إلى الرب الإله ونقدر أن نضحي أكثر ونبذل ذاتنا أكثر من أجل القريب ومن أجل خلاص نفسنا. يا ابني في هاي اللحظات اللي فيها بتدخل لقدس الأقداس حتى تنال درجة الكهنوت دائما خلي في ذهنك هاي المحبة يا ابني هي محبة ربنا لإلنا. وهون امسك دائما بكل ألم أو ضيق أو شدة رح تواجهها بحياتك وضعها أمام العناية الإلهية وأمام أمنا الفائقة القداسة. يعني المرحلة الأولى يا ابني كيف منا نوصل أن نحمل الصليب اللي حكيت لك عنه، كيف منا نحن نتعلم الحب. وبعدين المرحلة الثانية هي كيف منا نحاول إنه كل ضيقات الحياة اللي بنواجهها نوضعها أمام أمنا الفائقة القداسة. هي رح تساعدك، رح تساعدك زي ما ساعدتنا كلنا، وهي حملت معنا أعباء الطريق وضيقاتها وشدائدها. يا ابني ببركة أبينا صاحب الغبطة أنت رح تخدم في منطقة مهمة على قلبي اللي هي عجلون، وانت يا ابني هناك رح تكون مع ابونا غريغوريوس حتى تخدم رعيتنا في هاي المحافظه مع رعيه عنجره ورعيه الوهادنه، مناطق مهمه في الاردن، محافظه مهمه ابنائها ابناء عزيزين على قلبي وفي نفس الوقت عندهم محبه كبيره للكنيسه. عشان هيك ببركة أبينا صاحب الغبطة بأتمنك على هاي الرعية حتى ترعاها، وهناك رح يكون مع أبونا غريغوريوس ومعك كمان مساعدة من أبونا الحبيب أثناسيوس اللي هو موجود كرئيس روحي في كل المناطق في الشمال مع الزرقاء. رح تلاقيه دائما بالقرب منك، ورح تلاقيني دائما أنا شخصيا بالقرب منك يا ابني لأي شيء رح تحتاجه. ولكن ثقتي كبيرة في ربنا إنه هو رح يكون معك. عندك قدرات كثيرة، وأنا شفت مواهب كثيرة موجودة عندك، كثير منها مخفي مش مبين، وهلأ دور الكنيسة أجت حتى تعطيك هاي البركة. ربنا اليوم بحكي لك تعال يا ابني واستلم المحراث، لأنه بثق فيك وأنا بثق فيك وصاحب الغبطة بثق فيك. هاي الثقة اللي بتأهلك بتعطيك ببركة ربنا المقدرة إنك ترعى هاي الرعية المهمة وتكون خادم وراعي في الكنيسة في بطريركيتنا المقدسية.
لغة السيد المسيح له المجد هي اللغة الآرامية التي ما زالت حية، اللغة التي خطت بحروفها العديد من الكلمات لآباء الكنيسة، لغة لا زالت الأقلية من الأجداد يتحدثون بها. في زيارة لنورسات لمدرسة مار أفرام السريانية التابعة لكنيسة السريان الأرثوذكس، المدرسة الوحيدة في الأراضي المقدسة التي تعلم اللغة الآرامية، فكان لنا لقاء مع مديرة المدرسة لتحدثنا عن أهمية تعليم هذا الجيل للغة كادت أن تندثر. المدرسة تأسست في عام 2003، يعني من حوالي 20 سنة. كان الهدف الأساسي من تأسيس المدرسة هو تعليم اللغة الآرامية السريانية والمحافظة على التراث والإرث السرياني في البلاد المقدسة. أكيد لأنه الهدف سامي جدا ومهم جدا تم إنشاء هذه المدرسة، بالتأكيد المدرسة تحت مظلة بطريركية السريان الأرثوذكس، والراعي الحالي المسؤول عن المدرسة والمطران جاك أنتيموس يعقوب، واللي هو راعي الأبراشية ومسؤول الكنيسة في القدس والأراضي المقدسة. ومهم جدا إنه إحنا نعلم أولادنا في المدرسة. طبعا تحتوي عدد كبير من الطلاب، في عنا حوالي 650 طالب وطالبة من صف الروضة للتوجيهي، ومعظمهم طبعا من المسيحيين في منطقة بيت لحم وبيت جالا، تابعين لعدة كنائس ليست فقط السريانية أو الكنيسة السريانية، ومحبتهم لتعلم اللغة السريانية كبير. كما كان لنا زيارة لإحدى الصفوف المدرسية لنرى كيفية تعلم الطلاب للآرامية، فهم يدرسونها كتابة وقراءة ومحادثة، لغة أبائنا وأجدادنا القدماء. هلا احنا عنا بالبيت ما يعني ما في حدا بيحكي سرياني، ف يعني بالمدرسه انه منيح انه بيعلموا سرياني عشان تضل هاي اللغه اللي هي مكمله، عشان انه نضلنا نقدر نحكي سرياني عشان تضل مكمله. وانا مبسوط اني بتعلم سرياني لانه اول شيء انا بحب اللغات، ثاني شيء عشان نقدر نمشي لغه، انه نضلنا نمشين اللغه السريانيه. فرحة ومحبة تملأ قلوب الطلاب في هذه الحصة التعليمية، فهي حصة مميزة لدى الكثيرين. نحن بنتعلم اللغة السريانية، هاي اللغة لغة المسيح، وبنشكر أبونا بولس عشان بعلمنا إياها. اللغة الآرامية واحدة من أقدم اللغات في العالم، ما زالت حية حتى يومنا هذا. عم نيجي على مدرسة مار أفرام بيت جالا، عم نعلم اللغة السريانية الآرامية، وهي اللغة لغة السيد المسيح. نحن نفتخر في هاي اللغة، انه قبل 2000 عام كانت هي اللغة الرسمية في البلاد في الأراضي المقدسة، ولكن هاي اللغة اندثرت جيل بعد جيل. ولكن نشكر الله في هذا القرون وفي هذا الأوصاف في هذه السنوات بنشوف انه احنا عم نعلم، نرجع نحيي هذه اللغة السريانية الآرامية بين طلابنا في مدرسة مار أفرام. دور مدرسة مار أفرام السريانية دور هام في الحفاظ على الإرث المسيحي لتتناقله عبر الأجيال، خاصة في تعليم اللغة الآرامية السريانية، لغة السيد المسيحي له المجد. هي رسالة سامية للحفاظ على هذا الإرث، لتبقى هذه اللغة تتناقلها الأجيال، وأيضا للمحافظة على عدم اندثارها. كثير أنا انبسطت لما بلش الأبونا والمسؤولين السريان يهتموا في اللغة السريانية، لأنه أصلا المدرسة السريانية، وبما أنه لغة سيدنا المسيح ربنا يسوع المسيح هي اللغة السريانية، فأنا كثير مبسوطة، وكثير أنا والإدارة وكل المعلمات لما منشوف طلابنا كثير ملتزمين وعم بتعلموا بهالأسلوب الشيق الحلو اللي الأبونا بيعلمنا إياه. لو تشوف السعادة اللي منشعر فيها إنه إحنا على القليلة صار عنا
اللغة الأساسية اللي هي لغة يسوع، واللغة أجنبية تانية اللي هي منسميها الإسبرانتو، لغة انترناشنال اللي هي اللغة الإنجليزي. يعني أهم ما بطلع فيه طلابنا من المدارس هي اللغات اللي بتغنيهم عن كل معلومات الدنيا، بيقدروا يستقطبوها باللغة اللغتين هدولي. للنورسات مارلين الحدوة من مدرسة مار أفرام السريانية الأراضي المقدسة. بحكم انه روبيكا ايضا متخصصه في نعم متخصصه في الغذاء الرياضي والغذاء الصحي، والكل يعني يمكن اللي بيتابعها بيعرفها، لكن كانت جدا محاضره جدا توعويه، استفادوا منها. لانه ابونا الذكاء الاصطناعي انت اللي بتعطيه الاوامر، انت اللي بتوجهه لخدمتك، مش هو تصير انت بخدمته، لا انت تكون بخدمه، هو يكون بخدمتك انت. بخوف. فانت بتعطيه المعلومات، بتعطيه البيانات، لانه ما بيقدر يعني يساعدك اذا ما كان في عنده مخزون. يعني انت مثل ما تفضلت، مثل انت تفضلت لما قلت انه مثلا هلا في تطبيقات ببين لك مثلا كل انت بموجود بجبل عمان، ايش في بمنطقة جبل عمان من مطاعم، ايش في اقرب صيدلية، ايش في اقرب كازية، ايش في اقرب مستوصف، ايش المستشفى القريب مني. هاي كلها معلومات عن طريق الذكاء الاصطناعي كمان، هذا انه يحصر البيانات. بس اذا ما كانت البيانات موجودة اوريدي مسجل في هذه التطبيقات ما بقدر يساعدك. زي سيري هاي. سيري. فهي هاي هي الفكرة أبونا، من إنه مثلا نستخدم الذكاء الاصطناعي في إنه نحن كمان نجمع معلومات. مثلا بدنا بناء كنيسة في منطقة ما، أوكي أدي في عدد مسيحية في هذه المنطقة، هل هذه المنطقة طاردة للعائلات أم جاذب العائلات جديدة؟ لما بنوا مثلا كنيسة مرج الحمام بنوها قبل 10 سنين 15 سنة تقريبا، درسوا يعني الكل يتساءل انه هاي لمين بدها تخدم. الابونا يعني بحكمته الله يطول بعمره ابونا حنا كلداني كان يقول انه مرج الحمام سوف تكون بيئه جاذبه لحديثي الزواج. ليش؟ لانه فيها مساحه تستقبل ناس، يعني فيها لسه اماكن فاضيه، وفي بناء رح يصير، ورح تكون الأسعار مقبولة للشباب إنهم يستأجروا شقق، إنهم يعيشوا فيها كذا وهيك. وبالفعل هذا اللي صار أبونا. فالذكاء الاصطناعي ممكن يساعد الإنسان باتخاذ قرار. الشخص بده ياخذ قرار، إن كان بعملية بناء مدرسة
بده معلومات، بده يدرس الوضع مسح قدي 5 سنين قدي لقدام رح يكون في عندي عدد طلاب بالزبط. مش اعمل الشغلة وابني هالمبنى واستثمر فيه مبالغ الله يكون مثلا متبرعين او شيء وهيك، وبعدين الكنيسة ما يكونش فيها 2-3 اشخاص ابني على الصخر ولا ابني على التراب بالفعل يا ابونا. فعشان هيك كتير مهم استخدام البينات والبيانات والمعلومات، فهذه هي يعني واحدة من الاستفادات من الذكاء الاصطناعي. كباقي المجالات العلمية، الكنيسة منذ بداية الثورة التكنولوجية استفادت من كل شيء، ولكن ضمن أخلاقيات الكنيسة وضمن معطيات التعليمات الأخلاقية من الكنيسة، وخصوصا كنيستنا الكنيسة الكاثوليكية. وفي العديد من المرات شفنا قداسة البابا بحمل الآيباد بالقداس وبطول الصلوات من الآيباد، وفيما بعد شفنا كيف برنامج صباحكم نور صرت حضرتك دائما تطلع كل الجسم من يعني في استغلال إيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، لوسائل التكنولوجيا، لوسائل الذكاء الاصطناعي. هاي قمة الثورة التكنولوجية اللي توصلت فيها الذكاء اللي له عدة مجالات. بس لما بيحكوا ذكاء اصطناعي أكثر إشي بيركزوا على الروبوتات، على التطبيقات الذكية اللي حكيتي حضرتك عنهم لما كنت بتحكي عن موضوع الأخويات. إنه كيف لما بفوت على جوجل اليوم بشوف المطاعم القريبة جعبالي أكل وجبة معينة، فبيدلني على المطاعم الموجودة به. قديش الكنيسة بتقدر تعمل قاعدة بيانات بتكون مسيفة فيهم، هي مثلا بدي من فئة عمرية من 50 ل 80 سنة، اعطوني شو الداتا. هلا مثلا احد الشعانين، انا دائما بركز الاسبوع العظيم المقدس وعيد الميلاد اكثر المناسبات الكنائس بتتعبى، فممكن بهاي تنعطوا الاستبيانات عشان يعبوا البيانات اللي نستخدمهم طوال السنة لما نشوف فيه الاهتمامات لهم. كل الذكاء الاصطناعي هلا المعلومات وهاي الاساليب اللي هي في افلام القصيرة تسجيل الصوت زي ما عملنا نحن بالفيديو اليوم، انه كلياته يصير سهل عليهم، ما يقولوا انه بدنا متخصصين او فعلا نجحوا انه روبوت يكون مترجم واقف بالمؤتمر واقف بجنبهم بالمؤتمر بيترجم احسن ما يجيبوا عامل البشري ويصير يخطئ او لا وما يفهم. يعني احيانا في اخطاء البشريه اكثر من الذكاء الاصطناعي. مثلا عندك الشبيبات اللي عندهم البراعم، في كتير هلا الايامات هلا البراعم كلياتها بتعرف بالتكنولوجيا اكثر من الكبار. اكيد اذا انت استعملت الاساليب البسيطه البدائيه او اللي كانت قبل 10 سنين بتطفشهم، ما بيستجيب. لكن لما بتجيب لهم اشياء تقنيات جديده، الذكاء الاصطناعي بيساعد هدول الشبيبات انهم يعملوا برامج كتير جاذبه لهدول الاطفال عشان يفهمهم عن السيد المسيح، قصص عن السيد المسيح، ويكون في اساليب كمان توعويه عن باللغه اللي بفهموها. يعني دائما بنقول احنا بالترجمات بدنا لغه افهمها، الاطفال كمان عندهم بدهم لغه يفهموها بوسائل التوضيح. المعلومات ايضا في حصص النشاط بيستعملوا الذكاء الاصطناعي يجيبوا اساليب جديده، يجيبوا وسائل تعليميه جديده ابونا حسب ال يعني لما تفضلتي حضرتك قداسة البابا، لما شو معنى انه يجيب ناس من غزه وناس من اسرائيل يحطهم عنده بالفاتيكان هذيك اليوم. طب هاي بتمدد للذكاء الاجتماعي تيكون في تلاقح ثقافات، التقاء بالثقافات من خلال الذكاء الاصطناعي. يقدروا اليوم الإسرائيليين، في كثير منهم من الشعب الإسرائيلي متعاطف مع القضية الفلسطينية وضد تصرفها، أقول لك نسبة عالية تفوق 50% هي ضد سياسات حكومتهم، ضد سياسات نتنياهو. وإحنا عارفين أنه رح يسقط حكومة نتنياهو في الأي بعد ما تنتهي الحرب، بس هو متمسك بالحرب مشان يطول عمره. فكيف بنقدر نقرب زي ما بعمل البابا؟ رح يتطبق أنا بتوقع هيك، لأن إحنا حكينا عن طريق السلام، كيف عن طريق السلام وليش البابا بده يستخدم الذكاء الاجتماعي؟ فكلها هاي عم بيمهد لها. أنا عم نظر نعم الذكاء الاصطناعي أبونا، لأنه حكى برسالة البابا وعم بيستبق الأحداث، بقول لك من دون حوار، اللي بدهوش حوار ما في، إذن ما بده سلام.